أهلا بكم. الجو الماطر متواصل وينتظر خلال الليل لنزول أمطار وزخات ستكون أحيانا رعدية بالسهول الشمالية والوسطى، كذلك بالريف وبمرتفعات الأطلس وبالجهات المجاورة وبالواجهة المتوسطية، وأمطار ضعيفة مرتقبة بشمال منطقة الشرق وبالسواحل شمال مدينة طنطان، وتساقطات ثلجية منتظرة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط فوق 2000 متر، وستهب رياح قوية بالجنوب الشرقي بتنسيفس وأيضا بالسواحل الشمالية. غدا صباحا أمطار وزخات أحيانا رعدية متوقعة بالسهول الواقعة بين طنجة وسيدي إفني، أيضا بالريف الغربي وبالسهول غرب الأطلس. أمطار ضعيفة مرتقبة بالسايس بالأطلس وبغرب الواجهة المتوسطية وشمال منطقة الشرق، وسماء ستكون قليلة السحب إلى صافية بباقي الجهات. غدا بعد الظهر ستنزل أمطار وزخات رعدية بالشمال والوسط بالريف السايس وبهضاب الفوسفات والماس وبمرتفعات الأطلس وبالجهات المجاورة وبالجنوب الشرقي، وتساقطات ثلجية ستهم قمم الأطلسين الكبير والمتوسط، وأمطار ضعيفة محتملة بغرب الواجهة المتوسطية، وستظهر سحب منخفضة كثيفة شمال الأقاليم الصحراوية. أما درجات الحرارة فستصل خلال الصباح إلى 3 درجات بفران، 12 بوجدة وبالراشدية، 11 بورزازات، و18 درجة متوقعة بمدينة القويرة. غدا بعد الزوال ستسجل 12 درجة بفران، 28 بالسمارة والقويرة، 20 منتظرة بأكادير، 18 بعروس الشمال طنجة، أيضا بالعاصمة الرباط وبالدار البيضاء. يوم السبت أمطار وزخات مرتقبة بالواجهة المتوسطية بالريف والسايس، وأمطار ضعيفة محتملة بالشمال والوسط وبالمرتفعات وربما أيضا بمنطقة الشرق. ويوم الأحد ستنزل أمطار ضعيفة بالشمال وبمنطقة الشرق، وستهب رياح قوية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وطقس يكون مستقر بباقي الأنحاء. شوفوا الآن حالة البحر بالواجهتين البحريتين للمملكة. غدا إذن بحر هادئ بالواجهة المتوسطية، هائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، قليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية والعيون، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.